في الحديث عن الشهيدين، شهيد الحاج قاسم سليماني والشهيد الحاج أبو مهدي المهندس رحمهما الله، نقاط سريعة، لا سيما أننا عرفنا الحاج قاسم سليماني عن قرب. كل من كان له دور في المقاومة عرف الحاج قاسم سليماني. الحاج قاسم سليماني عندما تتعامل معه يأخذ الأمور بجد حتى لا تظن أنه هو صاحب القضية وهو صاحبها. أحياناً تغار من جديته في مسألة يفترض أن تكون أنت القائم عليها أو العامل فيها، يأخذ الأمور على نحو مسؤولية تكاد تكون خاصة وشخصية رغم كل الهموم. فالعمل عنده له روح، ليس عملاً ميكانيكياً، ليس أداءً يومياً كما يعتاد الناس، يستيقظ صباحاً يذهب إلى عمله، يقضي مهامه، يعود إلى بيته. العمل عنده ينطلق من فهم وإدراك عميق وإيمان بهذا المشروع، وإيمان أن هذا هو المشروع. هذا الإيمان وهذا الإدراك العميق يقود إلى وضوح في الهدف وفي الغاية، وضوح في الهدف العام ووضوح في الهدف الخاص. الهدف الخاص هو ما كان يرجو إلا الشهادة. في أحد المناسبات طرح اسمه مرشحاً لرئاسة الجمهورية في إيران، سأله البعض عن ذلك، جاوب جواباً جميلاً، قال: رفاقي جميعاً صورهم معلقة شهداء، هل تعتقد أنني سأعلق صورتي لأنتخب في الانتخابات؟ كان هذا هو الهدف الخاص، لكن الهدف العام كان تحقيق النصر، ليس القتال، ليست المعركة هي أحد الأدوات. الهدف العام هي تحقيق النصر للإسلام في كل موقع،